بأن يكون معي للحديث حول هذا الموضوع السيد غاشي الوناس الأمين العام للنقابة الجزائرية للشبه الطبي. مرحبا بك سيد الوناس. شكرا على تلبية الدعوة. بداية ممكن سيد الوناس نتحدث عن أنكم متواجدون في الصف الأول، كيف تقيم الوضع لحد الآن، خصوصا أنه مرت أشهر أنه كان خف الضغط على المستشفيات في الجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. وعليكم السلام. لا دوك احنا كما يقول لك والفنا في الميدان، دوك والفنا هذا الوباء هذا، دوك رانا معاه كما عادي، ولكن الايامات هذو الاخيره زاد الضغط. نعم. زاد الضغط في المستشفيات وكثروا مرضى بطبيعه الحال، ولكن وزير الصحه مد تعليمات باش يزيدوا يفتحوا مصلحات اخرى باسكو راهو الضغط كبير في المستشفيات. نعم. نشوف هاد يومين تاع العطله هذوما ما صبناش كما يقول لك وين نديروا المرضى. لهذه الدرجه وصل الوضع؟ حتى باسكو كان مازال ما فتحوش مصلحات اخرى. نعم. استعجالات كانت معمره. درك هذه الوضعيه وين كان الناس ما صابوش كي يروح المستشفى مسكين الاستعجالات يقولوا راح شوف مكان ولا مستشفى اخر باش تقدر كما يقول لك نسبيطاليزي واحد باش ندخلوه في المستشفى. ولكن بدايه من اليوم البارح تما من اليوم الاحد هذا بداوا يفتحوا المصلحات، وهذاك يبداوا المصلحات بداوا يستقبلوا المرضى اللي راهم. ولكن احنا كمهنيين دوك حنا كما يقول لك واجب، كما نقول ماشي نقولوا برك واجب وطني، مي واجب تاع مهنيين، وهذا العمل اللي باش نعالجوا هذ المرضى. ولازم باش نعالجوهم لازم كانت امكانيات باش كي نتكلموا العائلات صح. واحنا دوك كما يقول لك ما هاد المهنيين ما صابوا بعد الكورونا. اذا سمحت سيد الوناس نتحدث في نقطه الامكانيات بعد، هو محور ثاني سنتحدث فيه، دعنا في الوضع الحالي لانتشار او عدد الاصابات بوباء كورونا في الجزائر، الا هذه يعني المواطن الا يعلم انه في هذا الدرجه يعني من الوضع؟ انت قلت انه في ارقام كثيره وفي ضغط كبير على المستشفيات في هذه الايام الاخيره. والله دوك باش نقول للمواطن ماهوش واعي وراه واعي المواطن. وكاين مناطق، كاين مناطق انا شفت كاين ولايات ما كاش ما كمامه تسمى واحد عامل كمامه. دوك انا كما يقول لك نستعجب كيفاش هاد الناس راهم يمشوا في الشارع مع واحد ما عنده كمامه ماشي غير في الشارع، طلع على السيبيرات تسيبها مكان والو، وين تدخل الاماكن هذوما ما كان حتى واحد داير كمامه. تهاون كبير. دوك من نقولوا واعيين تسمى وين هادم في مكان في مدن كبرى ولا كل مناطق ليس الكل اكيد ولا تحسيسه ناقص ولا ما فهمناش دونك حنايا الوضعيه هذه. مي ولكن كي تقول المواطن صيبو ياخذ احتياطات شويه احتياطات تاعو، مي ماهيش كافيه ماهيش كافيه لهذا. وهذا الضبط شفت عالميا ماشي في فرنسا في كل بلدان اللي راهي دونك جيراننا ايضا يعاودوا ولاو ناخذ. دونك حنايا كيفاش كما يقول لك لازم ناخذ الاجراءات اللازمه، كما ما نديروش كما بلدان اخرى وين يكونوا الوف تاع مرضى، ولازم ناخذ الاجراءات اللازمه في وقت اللازم له. ولكن احنا نطلبوا من وزاره الصحه تشارك كل مهنيين، تشارك كل النقابات في هذه الوضعيه، ما نديروش كما اول مره تسمى وزاره الصحه كان لجنه وزاره الصحه تخدم وحدها تقول لا. دوك لازم دير له جنادي في المستشفيات باش نعرفوا كيفاش نستقبلوا المرضى، وين كان مصالحنا ناقصين تسمى ما نقدروش نستقبلوا كل المرضى، لازم نعرفوا كيفاش نوجهوهم باش يروحوا مناطق اخرى، بصح ماشي هما اللي يروحوا وحدهم مناطق اخرى، تسمى لازم حنا المستشفى يتكفل بهم. يوجههم. ايه دوك حنا شفنا هذا كما يقول لك يوم العطله تاع السبت، انا يجيني واحد مسكين معوق امرأة تاعو تسمى مريضة بالكورونا 50% وقاعد يدور فيها كامل المستشفيات. إنسان كيفاش يدور في المستشفيات هذه؟ والله اللجنة هادية يتكفل بهذا الإنسان ما يقدرش، هو معوق ويحكم كما يقول لك سيارة أجرة ويدور بها كامل المستشفى يقولوا له روح شوف بلاصة. لا هذه غير ممكن، لازم هاد الشوفات هذوما لازم نحلوهم في اقرب وقت، والوزير لازم يحلها في اقرب وقت، ما نقدروش نبعثوا الناس كيما هذوما يحوس على الاخر حتى تكبر بالك غدوه تموت له في الطريق، ولينا احنا الضمير تاعنا ولينا احنا نحوسوا له على مكان باش يدخل في المستشفى. نعم. ايه وهذه غير ممكن، لازم ديرها، لازم يكون تنسيق بين المستشفيات باش نحلوا هذه الوضعيه في اقرب وقت، ما نقدروش نبعثوا مريض هو في خاطر
ويزيد يقعد يدور في السيارة من مستشفى إلى مستشفى والمستشفى هذا نعم. لازم يكون تنسيق بين المستشفيات، هذه قلنا ألف مرة لازم يكون تنسيق، لازم نديروا اللجنة اللي تدير تنسيق بين المستشفى، ماشي تاع مديرية الصحة ولا بين المستشفيات لازم يكون تنسيق. احنا ما عنديش الميدان مكان، ما عنديش سرير عندي، نبعث نشوف مستشفى اخر وين كان نتمنى نبعثهم ديريكتومون في سياره اسعاف باش احنا دوك هذا المريض اللي نقلوه هو بالك راح المستشفى الاخر ديجا وزاد إيه بيان سور زاد كونتامينا دوت مرات ايه دوك هذه لازم نشوفوها دوك ولا احنا نديروا كما يقول لك ايه دوك ولا نديروا لا بروفيلاكسي ولا الاخر ماشي احنا نزيدوا الوضعية هذه او يعاود يروح للدار دوك هذاك اللي جا معها ماشي مرض يمرض هو كيف كيف بطبيعة الحال راه يوميا معاه دوك لازم نحلوا هذه المشاكل ما نقولوش بلي زاد الاخر بالك حنا قاني تانا مشاركين فيها باسكو على ما حليناش هذوك المشاكل لازم تاع المواطن مي كي ناخذوه كما قلت بان الطب وناخذوا ونديروا الاجراءات اللازمه هذاك المواطن ديجا يستريح هو ديجا نعم. كمواطن يستراح يقول تم التكفل به نعم تم التكفل به وبالعائله تاعو ولا بابيه ولا واحد من العائله دونك هذا الانسان ناخذوا له الاحتياطات تاعو لازم هو قاعد نشوفوه تسمى ولا راه مصاب ولا لا دونك ماشي نقولوا له يا ما صح راه عندها الكورونا ولازم لها هذا لازم روح شوف السرير لا تسيب السرير انا هذا الانسان دوك من بعد ميم صحيح كي من بعد يشوف وين يروح وين يروح يشوف سرير دونك هذه هي الوزير الصحه عطى تعليمات ولكن في التطبيق ما كاش في الميدان يعني في الميدان في اشكاليه تطبيق ما كاش تطبيق لماذا يعني السبب يكمن اين؟ واش نقول لك الناس دوك احنا مسؤولين هذوما ما خداوش باعتبار قرارات تاع الوزير الصحه ولا هما ما عرفوش كيفاش يتكلفوا بها ولا دخل في التسيير قالني سوى التسيير كل واحد كيفاش نقول لك الوضعية تاعو كاين ادارات اللي خداو كما يقول لك اجراءات اللازمه وكان ادارات اللي ما دارتش الواجب تاعها في وقت اللازم ولا ما خداتهاش كما نقول لك كما بجديه ولكن هذا وباء راه عنده دوك شحال انا مواد مارس دوك حتى اليومين هذا ومازال ما نقولوش اليوم غدوه خلاص ولا ما مش عارفين زاد ارقام زادوا دوك لازم ناخذوا احتياطات اللازمه وكما يقول لك دوك عندنا تجربه دوك عندنا تجربه هل ستفيدنا هذه التجربه خصوصا الان الارقام عادت الارتفاع يعني عندنا الجزائر عندها تجربه لا باس بها في هذا المجال بعد ما خفت الامور لشهر او شهرين مع فتح بعض المجالات يعني الاقتصاديه وحتى الاجتماعيه الان سيل والناس انت تشوف انه عوده التلاميذ الى المدرسه والدخول هذا الاجتماعي ممكن يزيد الحاله ترتفع اكثر والله كي نقول كي ناخذوا احتياطات اللازمه احنا دوك لازم يعودوا التلاميذ المدارس اكيد ما يقعدوش هذا غور ولكن ناخذوا احتياطات اللازمه كسوا في المدارس لازم اساتذه ولازم التربيه وزاره التربيه تاخذ احتياطات اللازمه انا ما نقولش تلميذ جيب كمامه تاعك ولكن تلميذ عائله تاعك ما تقدرش توفرهم هاد الكمامات دوك لازم وزاره التربيه اللي توفر هاد المستلزمات المستلزمات هذوما باش هذا الطفل هذا يقدر يروح المدرسه ويكون مطمن تسمى ما مع عائلة تاعو دوك العائله تاعو تبعته المدرسه وخايفه دوك يقول لك هو اللي يجيب لي كورونا للبيت ولا دوك يقول كان يقول لك ما نبعتش وليدي كاين دوك كل واحد كيفاش مي لازم دوك لازم هذه دوك لازم نديروها باسكو كاين هذه قرارات سياسيه دوك مش علميه دوك لازم يكون هذا ما ولكن ناخذوا احتياطات لازمه باش هاد التلاميذ ما يكونوش كما يقول لك العدوى ما تكونش تكون قليله ما نقدرش نتحكموا فيها 100% اكيد ولكن تكون قليله اكيد سيد الناس ممكن نتحدث ايضا عن 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 الضغط الذي يزداد على الاطقم الطبيه في مقابل هذا انه المواطن بكل صراحه المتابع اللي في المدن وفي الشوارع في وسائل النقل في الان فيه تراخي كبير من الاهتمام بالاجراءات الوقايه من كوفيد 19. والله احنا كما قلت لك الاشهر الاولى كانت الوقايه وكان التحسيس اكثر من اليوم هذا ولكن نقصنا في التحسيس. نعم. نقصنا في التحسيس وزاره الصحه نقصت في التحسيس دوك المواطن كما يقول لك اليوم خلاص واقيلا تسمى
مي هي ما نقدرش نقولوا خلاص هاد الوباء راح ولا الاخر، انا نشوف البلدان الاخرى كيفاش راه يزداد العدد راهو اكثر من وفصل الخريف وفصل الشتاء. نعم. ايه وفصل الشتاء الجايه ما ننساوش لا غريب سيزونيير ضروري تتكلم مع هذا الوباء. دونك هذه مشكله كان كل واحد اللي عنده غريب يروح المستشفى يقول لك عندي كورونا لا دوك يزيد الضغط هذا الضغط على الطاقم الطبي. دوك هذه الحلول لازم نستعملوا كما يقول لك المستشفيات، ولا كما يقول لك نستعملوا هذه الجواريه لي بولي كلينيك. لي بولي كلينيك هذوما باش يشوفوا كما يقول لك المرضى اللي لازم باش كما يقول لك نقصوا الضغط على المستشفيات. على المستشفيات بالطبيعه تاع دوك احنا هاد الناس ولا يجوا كامل المستشفيات ما نقدروش كما يقول لك الطاقه الاستيعابيه ما نقدروش نقوموا بهم كامل كما لازم الحال، ولازم واحد اللي يدخل الاستعجالات ولا كما يقول لك لوسبيتاليزاسيون باش نعرفوا ناخذوا المرضى حقيقيين، والاخرين كيف يقول لك نعطيهم دواء ولا العلاج في المنزل وياخذ الدواء تاعو في المنزل. سيد الوناس، الان فتح اسره جديده هل ينذر بأن الوضع بدأ يزداد سوءا؟ والله احنا نقولوا فتح مجدد نسمى هذا اسرى، نورمالمون من الاول كنا ما نغلقوهمش نخلوهم مفتوحين باش ناخذوا احتياطات تاعنا. دونك احنا نغلقوهم، انا شفنا قلت لك في اليومين هادو تاع العطله الناس كان ضغط كبير في المستشفيات، وهذا الاسرى ما كانوش مفتوحين. دونك الناس رجعناهم لبيوتهم، كي رجعناهم لبيوتهم راح يكونطاميني دوت بيرسون. هذه نعرفوها اكيد. دونك هذه درنا مشكله، نورمالمون كنا نخلو كما يقول لك مصلحتين ولا في كل مستشفى مفتوح احتياطا. نعم. احتياطا تما باش كيجوا هاد المرضى هادو ما نقولوش نعاودوا، باش الوزير ما يعاودش كل مره يعاود كذا موعد يقول لك احنا نعاودوا لازم نفتحوا كل مره ناخذوا بقرار ناخذوا احتياطات تاعنا كما لازم الحال. غدوه كي يزيد عدد تاع المرضى عندنا مصلحتهم مفتوحين. نعم. بس كل مشكله راهي في اليوم العطله كانت. نعم. دوك البارح بداوا يفتحوا، مي اليومين تاع العطله هذا كان ضغط كبير في المستشفيات. نعم. ايه باسكو علاش ما خداوش احتياطات؟ الوزير مد لهم اوامر، مي كانت عطله في اليومين هذوك من بعد هذو المرضى زادوا على المستشفيات بقات الوضعيه هذاك، ولكن احنا كي نخلوهم مفتوحين الضغط اللي يجي نقدروا نستقبلوه. نعم. نقدروا نستقبلوه ونقدروا نتكفلوا به. احنا كمهنيين ما عندناش مشكله في هذه. اكيد. انا ولفنا في الوضعيه هذه وسيرناها خلاص درك ما هيش مشكل، مي المشكل كي ما يكونوش امكانيات. المشكله هنا اللي ما يكونوش امكانيات درك انت تستقبل المريض كما قلت لك هذا اونديكابي، درك انت كي تشوفه يروح نقول هذا وين يروح اليوم؟ وين راح يروح المستشفى مسكين؟ ما يقدرش ما يتكلم، ما يقدرش ما يتلاخر، واللي يشوف هذاك يقول روح شوف مستشفى اخر. هذه لازم وزير الصحه يتكفل بها ويعطي اوامر للمستشفيات كامل باش ما تجيش تتعاود هذه الوضعيه هذه، باسكو كي يروح سيط الاجره ولا يروح مع الاخر ديجا ويكونطاميني دوت بيرسون. نعم. دونك كيفو كما يقول لك خليه في المستشفى هذا ودير اللجنه لازم يكون التنسيق هذا بين المستشفيات، وحنا اللي نحوسوا له ما كان سرير وين يروح. إيه. وكي نصيبو سرير من بعد كان سياره الاسعاف هي اللي تديه المستشفى هكذا. ايه الاول كانت الحمايه الاخر دوك نقصت الوضعيه في هذيك دوك مستشفى وحده اللي يستكلف بعد الوضعيه. كل شيء. سيد الوناس، شبه الطبي في الجزائر الان، شبه الطبي اللي ممكن انه هو جزء من قطاع مهم جدا هو الصحه، قطاع الصحه في الجزائر، شبه الطبي الان في الصفوف الاولى مع الاطباء مع العاملين في القطاع، الان من مطلوب منه في هذه الظروف الحاليه الاستثنائيه، خصوصا انه كانت عنده تجربه كبيره وجازت يعني والحمد لله هذه باقل الاضرار. يا اول حاجه نحييو هاد الشباب اكيد لازم نحييوهم نشجعوهم ولازم الناس هذو واقفين وكل مهني هنا. نعم. كي الاطباء كي عمال في المستشفى وما كانوا واقفين، كانوا واقفين 24 ساعه على 24 ساعه وكانوا يخدموا بقوه تما في المستشفى، ولكن حنايا كما نقولوا كما نعاودها نولي لوزير الصحه لازم هادو مدراء مسؤولين تاع المؤسسات لازم هما اللي يعاونوا هاد المهنيين باش يشجعوهم باش يدير العمل تاعو كما لازم الحال. هنا هو واقف شب الطبي بامكانيات ولا بلا امكانيات، هو واقف تعرف الجزائري كيفاش هذيك كما يقول لك مهمه وطنيه
لازم نقوموا بها، ما نخليوش المواطن تاعنا يطيح، وحنا هما مواطنين يعني تسمى حنا لازم نتكفلوا بهم، هذه مهمه تاعنا، وهذه شافوها كل مسؤولين وكل مهنيين مهنيين واقفين. لازم اليوم نعرفوا بلي باسكو ما راهش دوك يروح الوباء هذا، ما ناش عارفين سنوات اخرى يكون وباء واحد اخر، دوك هذه الدنيا ما نقدرش نعرفوا. لازم كما يقول لك نطولوا هذيك تسمى واجهه تسمى الاخر، باش هذا الانسان يكون واجد كل مره وين تكون هذا الاخر، ويكون هذيك الامكانيات في كل عدد تسمى يكون واقف، ويكون هو واقف ديجا وعنده امكانيات وكان لي كومبيتونس. حنا لي كومبيتونس في الجزائر ما راهمش تسمى كما يقولوا احنا ضعفاء ولا الاخر، حنا واقفين، حنا نشوف البلدان واحد اخرين تم يعيوا ويبداو يديمونديو زيدونا في الاجور، انا شفناهم في فرنسا، احنا ما طلبوا حتى حاجه. قال لك ظرف استثنائي، نمر هذا الظرف وبعدها بعد نتكلم. ما بالك، انا نشوف بلدان واحد اخرين وشفتهم الناس يخرجوا ويطالبوا بالاجور، زدنا اجور، دوك المرضى راهي في المستشفيات ما عمرها، حنا ما درناهاش هذه. حنا ماذا بينا نقوموا بالمواطن تاعنا، الشعب الجزائري لازم كما يقول لك نخرجوا من هذا الوباء قبل، هذه الوضعيه، ومن بعد حنايا احنا المطالب ما عندهم له، ولكن احنا نطلبوا من وزاره الصحه باش تكلم هاد المدراء اللي يديروا مشاكل اللي كما يقول لك تنقص. هل فيه معنويات الطاقم الطبي؟ المعنويات تسمى احنا نشوف يعني فيه مشكل تسيير في الـ في الـ في الـ طبيعه الحال المؤسسات الصحيه، طبيعه الحال احنا دوكا احنا كي تشوف ما عندوش مكان وين ينام، ما عندوش كما يقول لك الماكله تاعو كما لازم، ما كاش تسمى لا دوش كما يقول لك، احنا لازم ما يخرجش، لازم دوش امكانيات تاع كما يقول لك لي بلوزيت وهادو يعطي له هذا، وين تكون مصلحه تاع كورونا تسمى، سينو الاخرين ما عندهمش كامل، ما عندهمش، ما نضيف لي بافيت في الولايات ما تصيبش عندهم. هذا كما يقول لك احنا نطلبوا كل واحد باش يجيب دوك هذه المشاكل كامل لازم تحلها، ما نقولوش الوزاره اللي تحلها باسكو عندها كان مسؤوليه في المستشفيات، كان مسؤوليه في المستشفيات، هو يحل المشكله تاعو، هو لازم الطاقم هذا الطبي بشب طبي كامل لازم يعطي لهم امكانيات اللازمه باش يقوموا بالعمل تاعهم. وهي هذه تسجحهم هما باش يقوموا، ولا انت تشوف مسؤول، ما نقولوش كل مسؤولين، كان مسؤولين اللي قايمين ونشجعوهم ويعطيهم الصحه، مي كان مسؤولين والله ما على باله بالمستشفى كامل تاعو، وما على باش بالطاقم، يقول له خدم ولا روح. وهذا انت تخدم الوطن تاعك ولا لمنك تخدم؟ لا تخدم الوطن تاعك، ماكش تخدم برك شب طبي، تاك تشجع في هذاك الطاقم الطبي، شب طبي وطبيب باش يدير العمل تاعو كما لازم ويقوم بالمواطنين. دوك هذا الانسان اللي يدير مشاكل في الاخر، الناس ما تولش متطوعه لهذا الاخر. حنا كنا واحد الوقت نجيبوهم نقول دي فولونتير باش يكونوا الاخر، يجيو من بعد ما يصيبش وين ينام، ما يصيبش واش ياكل، ما يصيب والو، يقول لك انا كان جدا انا قالت انا كما يقول لك نموت معاهم باسكو ما كان حتى امكانيه في المستشفى. نعم. ايه دوك هذا إدارة لازم تقوم بالواجب تاعها كما لازم الحال باش نحلو كامل. سيد الوناس، ممكن انه وصلنا للختام، كلمة أخيرة كأمين عام للنقابة الجزائرية للشبه الطبي. لا كلمة أخيرة، أنا نعاود نقول بلي نحيي نعم. كل شبه الطبي، كل عمال الصحة، كل أطباء اللي عم يعملوا نعم. ونشجعوهم، لازم نشجعوهم كثيرا، ولازم كما يقول لك نعطيهم إمكانيات تسجيل الدعم صراحة. والوزارة الصحة احنا نقولوا لازم توقف على هذه الوضعية باش كل مسؤول يدير عمل تاعه. الأمين العام للنقابة الجزائرية للشبه الطبية سيد الوناس غاشي، شكرا جزيلا على الحضور على كل ما قدمته من تفاصيل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود لنكمل الفترة الإخبارية الأولى.